مرشح جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش التزامه بتطبيق وتجسيد اقتراحاته التي يتضمنها برنامجه الانتخابي ومشروعه الرئاسي رؤية في حال انتخابه رئيسا للجمهورية. جبنا مشروع طموح، مشروع متكامل، مشروع لإعادة بناء الجزائر وتكريس النهضة في كل المجالات، المجال السياسي، المجال الاقتصادي، المجال الاجتماعي والمجال الثقافي. هذه النهضة ما نقدروش نبنيوها بدون مشاركتكم، بدون تعبئتكم، بدون تجندكم. واليوم قصدنا ناس البويرة الشرفاء، اليوم قصدنا ناس البويرة الأوفياء لدم الشهداء، اليوم قصدنا ناس البويرة الأحرار باش يساندونا ويكونوا سند لنا إن شاء الله باش نجسدوا هذا المشروع على أرض الواقع. هذا المشروع يتمركز على المتطلبات الشعبية، هذا المشروع يتمركز على رؤية استباقية واستشرافية لبناء مؤسسات البلاد. هذا المشروع يقترح إجراءات فعلية وعملية للنهوض بالبلاد في كافة المجالات. هذا المشروع مشروع طموح يهدف في المجال المؤسساتي إلى بناء منظومة حكم تستمد شرعيتها من السيادة الشعبية، يهدف إلى بناء منظومة حكم تكرس العدالة والمساواة، يهدف إلى بناء منظومة حكم تكرس اللامركزية في تسيير شؤون الدولة، يهدف إلى بناء منظومة حكم تكرس الحريات الفردية والجماعية في تسيير الشأن العام، يهدف إلى بناء منظومة حكم متحررة من القيود البيروقراطية، يهدف إلى بناء منظومة حكم وين يكون توازن بين السلطات. كما دعا أوشيش المواطنين من ولاية البويرة إلى عدم الإصياع وراء الخطابات التي من شأنها زرع اليأس والإحباط، وإنما الانخراط والتوجه نحو صناديق الاقتراع يوم 7 سبتمبر الجاري.